أحمد إبراهيم، طلاب الصف الثاني من رياض مدارس رياض الصالحين. درس جديد بناخده اليوم على التمثيل بالصندوق وطرفه. طبعا احنا خدنا مقاييس النزعة المركزية وخدنا مقاييس التشتت، عرفنا ازاي نجيب الوسط والوسيط والمنوال والمدى، وعرفنا ازاي نجيب الربيع الأدنى والربيع الأعلى والمدى الربيعي. هنا درس جديد بيتكلم على انتشار أو تمثيل البيانات بالصندوق. تمثيل البيانات اللي قدامي دي او اي بيانات ثانيه بالصندوق، ده معناه ان انا برسم خط اعداد وبرسم صندوق. الصندوق دوت بيكون حول او بيدرس لي انتشار البيانات حول الربيعين، الربيع الاعلى والربيع الادنى. اول حاجه بعملها باخد البيانات اللي عندي ديت اطلع منها حاجات معينه احنا محتاجينها. ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ محتاجين الوسيط، محتاجين الربيع الاعلى، محتاجين الربيع الادنى، وفي قيمتين كمان بنجيبهم اللي هي القيمه الصغرى والقيمه العظمى. طيب انا عشان اجيب كل اللي احنا قلناه دوت، اول حاجه لازم اخد البيانات دي وارتبها ترتيب قلنا قبل كده اما تصاعدي او تنازلي. هرتب البيانات ترتيب تصاعدي، ابدا بازرع الرقم اللي هو 29. بعد ال 29 في عندي هنا ثلاثينات، في 32، في 36، في 37، عندي هنا 38، 43، وبعدين آخر واحد 51. 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. لازم أعدهم عشان أتأكد إن البيانات اللي أنا عملتها سليمة. طيب انا رتبت الاعداد ترتيب تصاعدي بالمنظر اللي احنا قدامنا دوت. هبدا اجيب بقى اول حاجه الوسيط. قلنا الوسيط اذا كان عدد البيانات فردي هو القيمه اللي موجوده في المنتصف، يبقى هنا 1 2 3، ومن هنا 1 2 3، يوم يديني ال 37، يبقى الوسيط هنا بيساوي 37. بعد ما بجيب الوسيط بجيب الربيع الادنى واجيب الربيع الاعلى. الربيع الادنى هي البيانات الاقل من جهة الوسيط جهة اليمين، الربيع الأعلى هي البيانات الأعلى من جهة اليسار. يبقى هنا الربيع الأدنى، أنا عندي هنا القيم اللي عندي على يمين الوسيط 29 و32 و36، بجيب وسيط البيانات دي، طبعا الوسيط بتاعهم 32. يبقى هنا الربيع الأدنى 32. أجيب الربيع الأعلى، الربيع الاعلى بناخد بيانات الاعلى من الوسيط اللي هي موجوده على اليسار. انا عندي القيم هنا، بجيب الوسيط بتاعهم 38 و43 و51، يبقى الوسيط عندي هنا 43. يبقى انا جبت الوسيط وجبت الربيع الادنى وجبت الربيع الاعلى. في عندي حاجتين كمان بستخدمهم على خط الاعداد اللي هي القيمه العظمى والقيمه الصغرى. القيمه الصغرى، القيمة الصغرى اللي هو أصغر عدد موجود عندي على البيانات اللي هو هيكون 29، أما القيمة العظمى أكبر عدد موجود اللي هو هيكون 51. دول الخمس حاجات اللي أنا بحتاجهم لما أجي أرسم الصندوق الطرفي. طيب بعد كده برسم بقى خط الأعداد عشان أحط عليه البيانات اللي عندي بالمنظر ده. وابدا احط عندي البيانات اللي هي موجوده عندي في المساله. اصغر عدد 29، يعني احنا ممكن نبدا هنا من 25 ونزود كل مره 5، يعني نقول مثلا هنا 25، هنا 30، هنا 35، هنا 40، هنا 45، هنا 50، هنا 55، مفيش ارقام اكتر من كده. ابدا احدد بقى البيانات اللي انا طلعتها عندي دي. اول حاجه عندي الوسيط 37، 37 هنا 35 وهنا 40، 36 37 38 39. الوسيط 37، يعني هنا كده بعمل
موقع عليها اليوم. بعد كده الربيع الأدنى 32، هنا 31، 32، 33، 34، وادي 35، 32 هنا برضو بعمل دايرة كده فوقها. يبقى أنا بحدد هنا دايرة عند الوسيط، دايرة عند الربيع الأدنى، الربيع ده على 43، آدي هنا 40، يبقى دي 41، 42، 43، 44، فوق ال 43 بعمل دايرة تانية. يبقى أنا حددت ثلاث حاجات، الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى. الثلاث نقاط اللي إحنا عملناهم دول برسم بيهم الصندوق، ارسم مستطيل هنا كده بالشكل ده كده. طبعا اللي هنا ديت دي الوسيط، والنقطة اللي هنا اللي هي الربيع الأدنى، والنقطة اللي هنا اللي هي الربيع الأعلى. فاضل عندي القيمتين اللي هي القيمة الصغرى والقيمة العظمى. القيمة الصغرى عندي 29، ادي هنا 26، 27، 28، 29، بعمل عليها نقطة واوصلها كده بالربيع الأدنى. القيمة العظمى 51، ادي 51، 52، 53، 54، 55، بعمل هنا برضه الدائرة واوصلها بالربيع الأعلى. يبقى ديت النقطة هنا بتاعت القيمة العظمى، هنا القيمة الصغرى. وبكده يبقى انا وصلت مثلت البيانات اللي هو اداها لي بالصندوق والطرفين. درس سهل ودرس بسيط. ان شاء الله اشوفكم الحصة القادمة في درس جديد باذن الله.